اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. تالق وابداع بالوان القميص الاحمر، واحد من افضل نجوم كره القدم في تاريخ النادي الاهلي وكذلك الكره المصريه. رغم انتمائه للنادي الاهلي، ولكن ما فيش اتنين بيختلفوا على حبه، جماهير الكره كلها بتحبه. واحد من اللاعبين القلائل اللي جمعوا ما بين الاخلاق والموهبه، والحقيقه دي حاجه ما بنشوفهاش كتير خلال هذه الفتره. النهارده منورني ضيفي، هو الحقيقه مش ضيف ولكن هو صاحب بيت، نجم الكبير كابتن مختار مختار. ازيك كابتن مختار؟ سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا، وانا بعتذر لك الحقيقه، ولكن كل جمهور النادي الاهلي، انا بعتذر لك لان انا عارف ان حضرتك بتنام بدري، لكن الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي ينتظر النهارده كابتن مختار مختار. وانا عشان كده موجود، وانا سعيد ان انا معاك يعني. لا شرف ان شاء الله لينا نكون حلقه تعجبهم يعني. ان شاء الله شرف لينا يا كابتن. ربنا يخليك. هنطلع نشوف تقرير عن كابتن مختار مختار ونرجع نبدا هذه الحلقه. منور يا كابتن مصر، منور وجودك معانا، وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا الحقيقه. ودايما البدايات بتكون دايما في ذاكرتنا، حتى لو الواحد عنده 100 سنه دايما. فاكر بدايتك كانت عامله ازاي يا كابتن؟ مش في النادي الاهلي بشكل عام. يعني الكوره كانت بالنسبه لي يعني بتمثل لي حاجات كتيره جدا، حياتي كلها. ودي يعني طبعا انا حظي كويس، انا كنت في شبرا، فكان عندنا يعني ملاعب كتيره، الملاعب اللي هي قدام البيوت وكده، كنا بنلعب فيها وخدنا فيها راحتنا قوي، ودي اللي زودت مهاراتنا بشكل كبير. ودي اللي كانت يعني ال 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 الاساسيات اللي خلت ان في مصر مواهب كثيره جدا. الحته دي الشوارع. يمكن دلوقتي عشان دي قلت شويه، فبرضه المواهب في مواهب، لكن مش بالقصه اللي كانت موجوده في ايامنا يعني. ساعدتنا كتير جدا. رحت اسكو لان اسكو قريب من بيتي. وبرضه رحت بالصدفه يعني، واحد صاحبي قال لي ما تيجي كابتن معايا اسكو بتاعه، هو كان في اسكو يعني. فرحت كده بالصدفه. ولما رحت طبعا انا كنت بلعب بقى ساعتها قدام المدرسه يعني، ف يعني الحمد لله اديت اداء كويس قوي. بس تاني يوم ما رحتش. ليه؟ ما هو يعني اللي انا بلعبه بره هو ده يعني بيغنيني، ده الغايه بتاعتك. بيغنيني ده الانبساط بتاعك. فحتى المدرب قال له لو ما جاش معاك ما تجيش. ما تجيش. فالولد جه بقى وقعد يتحايل عليا وبتاع ومش عارف ايه، فرحت. ولما رحت يعني صراحه كان في كابتن اسمه حسني ابو زيد، هو اللي كان استقبلني يعني. اول ما رحت قال لي انت لازم تجيب صور وبتاع ومش عارف ايه على طول. فاجيب صور ايه؟ برضه احنا الامور كانت صعبه. المهم ان انا فاكر ان هم يعني صرفوا لي ساعتها 60 قرش. 60 قرش؟ عشان اروح اتصور. ده كانت سنه كام ده يا كابتن؟ سنه يعني حاجه و70. اوائل عشان ما انا هجيب صور وهجيب مستخرج كل ده ما ينفعش. ف دي اللي دبستني ايامها برضو. طبعا ودي اللي دبستني. فلما رحت بقى وبعدين ابتديت بقى في اسكو، الحمد لله كنت بادي فيها بشكل كويس قوي. لما كنت بشتغل قدام الانديه الثانيه، اهلي وزمالك وكده، فكنت الحمد لله بلفت نظر يعني في اي حته ما بروحها يعني. لأن بفضل الله كانت الأمور عند الواحد، كانت الدنيا يعني مفتوحة بشكل كبير قوي يعني. الدنيا مشيت ازاي يا كابتن؟ كنت بلعب قصاد الأهلي، وكان الكابتن الله يرحمه الكابتن جوهري. هو كان ماسك فرقة الأمل. اوكي. فأنا كنت بمسك بقى فرقة الأمل يعني. فطبعا يعني لفت نظر في نفس مركزك يا كابتن في الاهلي، كنت بلعب في نص الملعب. كنت بلعب في نص الملعب، وبلعب بكفله من ناحيه اليمين دايما يعني. من ناحيه الشمال. ف طبعا يعني المركز ده مبدئيا كده، المركز ده ما اتغيرش طول مسيرتك. لا طول مسيرتي ما اتغيرش. فانا في نص الملعب، يعني في اي حته في نص الملعب، وبعدين كنت بكمل في حته الشمال دي بشكل كبير. حتى في وقت من الاوقات لعبت باك ليفت في ماتش كنا بنلعب الزمالك، وحصل تغيير في الماتش، في الباك ليفت طلع وانا لعبت فيه، ونزل ساعتها كابتن الخطيب والكابتن طاهر الشيخ، الاثنين نزلوا، فعمل مستر ليدوكوتي عمل تغيير، طلع واحد من تحت ورحت انا نازل، وفي الوقت نفسه حتى الهجوم يعني. حتى لما رجعت ورا انا اللي عملت الجون الثالث مش فاكر، او الرابع لطاهر.
مش فاكر يعني، هو كان الجون التالت برضه من تحت يعني، هو طلع وانا لعبت برضه، وكنت بزيد في الحته بتاعتي بشكل كويس واشتغلت فيها بشكل كويس يعني. الحته دي كنت بشتغل فيها اي حته فيها يعني، حته مع انك الباك كنتش ليفت. تلعب بشمالك. لا ما كنتش بلعب شمال، بس كان شمالي زي يعني زي اليمين. يميني بالظبط يعني. فلما اشتغلت في كده الحمد لله بقت عندي فرص للعب الحمد لله كبيرة. كبيره في كل، حتى لما رحت المنتخب برضه كان فرصي بشكل كويسه متوفره، عشان برضه ان انا بلعب في اكثر من مكان، ويعني الحمد لله كانت في توفيق يعني في ال في الموضوع. لكن اسكو كابتن يعني، فضلت تلعب كام سنة في اسكو الأول؟ في حدود على ما اظن في حدود 3 سنين او 3 سنين. وبعد كده اهلي. الأهلي في مباراة الأمل. في مباريات الامل الكابتن جوهري شافني، فانا كنت بلعب ساعتها درجه اولى يعني، بقى انا وانا صغير كنت خلاص بقى بلعب درجه يعتبر الدرجة الأولى. وكنا بنلعب عشان نصعد للدوري الممتاز. الفتره ديت كنا 6 فرق، احنا والشلطه وكفر الشيخ وكذا فرقه كده. بس كده 6 فرق بس لا احنا 6 فرق اللي بتصفي. اللي بتصفي في الاخر. لا بتصفي. فللاسف للاسف فرقه الشلطه طلعت علينا بهدف، اوكي فما طلعناش تمام. في الوقت دوت يعني. ايه ال 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 النادي الاهلي بقى جم وخدوني. ولما خدوني من اسكو يعني الحمد لله لما جيت قبل ورحت. بس ما النادي الاهلي خدها يا كابتن، الفتره دي يعني كان ايه اللي بيحصل؟ يعني احنا دلوقتي مثلا غير الاول، انا ما اعرفش لا غير، ايه اللي كان بيحصل ساعتها وما بقى؟ ينفعش ان حد يمشي. ما كانش ينفع. يعني وده اللي احنا انا فاهمين. لا انا جولي يعني يعني كان الاداريين يمكن. اداريين وخدوني، وجيت قعدت مع كمال بيه الله يرحمه، كمال بيه كمال بيحافظ. كمال بيه حافظ، وكان الكابتن عزت هو ماسك عزت مدير الدروس. الكوره. المهم لما رحت وقعدت مع كمال بيه، ايه انت قلت له طبعا انا اهلاوي وكده فماشي. فالمهم ان هم اتفقوا يعني هو وحد تاني انه هيجوا يقابلوا علي بيه رخه اللي هو كان رئيس مجلس اداره اسكو. الاسكو، وفعلا جم وخدوني. بعد ما خدوني تعرفش ايه اللي اتدفع ولا اي حاجه؟ لا ما هم سالتش. وعدوهم بحاجات، بس طبعا الدفع ما كانش ساعتها، الانتقال كان صعب قوي، فحته الدفع وكده ما كانش متواجده في اوكي. هذا التوقيت يعني. المهم ان انا لما اتفق ان احنا خلاص ان انا اروح النادي الاهلي وعلي بيه رخا وافق وكده، طلع قرار ان ال6 فرق اللي هم كانوا طالعين من الدرجه الثانيه تصفيات. وكده اوكي. كلهم يلعبوا في الدوري الممتاز. ايه ده؟ فكنت انا واحمد ابو الحياه ابو ياسر وحمدي كل واحد فينا راح راح في حته. في حته، فطلع قرار من اتحاد الكوره ان احنا كلنا نرجع لاسكو. اوف. فطبعا كلهم رجعوا لاسكو، لان اسكو بقى خلاص والمفروض ان انا رجعت، بس انا الحمد لله النادي تمسك بيا النادي النادي الاهلي. الاهلي. ووقفنا شويه وعملنا بقى شويه محاولات وبتاع مش عارف ايه وكده، ورحنا مجددين ملوحنا لعلي بيه رخ الله يرحمه اللي هو كان رئيس مجلس كان رئيس اداره مجلس اداره اسكو. الشركه. وراح مديني استغنى تانية جديده ورحت ودي وبدات الحكايه مع النادي الاهلي. وبدات الحاجه مع النادي الاهلي. ده كان سن حضرتك كان كام وقتها لو تفتكر؟ انا ما اظني 17 سنه. ياه. 17 18 سنه. مش حاجه و20 يعني. لا 17 18 سنه. رحت على ناشئين ولا على فريق اول؟ لا على في الاول، على فريق لا الاول على انا طول. جيت اوكي. مكان كان الدوري ساعتها خلصان، فكان جيت انا في الصيف، تمام. فقعدت شويه كنت بتمرن في النادي الاهلي شويه كده معاه يعني في الملعب الرئيسي، اوكي. بس كنا مجموعه مش بعيد عن الدرجه الاولى لسه. انا جيت فبيمرنوني شويه كده وبتاع، فالكابتن طه كان ساعتها حتى كانوا عملوا تقسيمه، والكابتن طه اسماعيل جه لعب معانا في التقسيمه ديت فشافني قال لي انت فين وبتاع ومش عارف ايه. فانا قلت له انا يعني انا السنه دي في اخر سنه في كنت في الثانوي. اسكو وجاي. فهو كان في منتخب مدارس، قال لي طب خلاص انت تبقى معانا في منتخب مدارس. ففعلا رحت معاه منتخب مدارس، ودي كانت برضو بدايه كانت موفقه كان جدا كابتن ليا. اسماعيل وكان ماسك منتخب مدارس، كان ماسك منتخب المدارس. مسك ساعتها منتخب المدارس، اوكي. وكان منتخب مدارس ده كان حاجه هايله كبيرة. لا جدا يعني. طبعا. الماتش النهائي اتعمل في على في يعني اتنقل في التلفزيون وانا كنت بلعب، ويعني وكان معايا مجموعه ما شاء الله هايله جدا، كان معايا محمد عامر وكان معايا محمد صلاح ومحمود فوزي
وما شاء الله مجموعه هايله زمان يا جدا. كابتن برضو كان في منتخب طبعا المدارس ده كان حاجه هايله. وكشافي وكشافين وفي كل حته بتلاقي منتخب المدارس، يعني حاجه بتقول لي اهو الشوارع دي قصه، والانديه اللي هي في الدرجه الثانيه دي قصه، طبعا والمدارس دي قصه ثالثه، حاجه يعني ودوري مدارس كان في انتشار والمدارس يعني في حد. الرياضيه لو حضرتك فاكر نعم، كمان. وكان في مدرسه رياضيه وكان ساعتها في المدرسه الرياضيه كان ما انا بقول لحضرتك يعني الحاجات دي كلها كانت عشان كده المهارات كانت زمان جدا. للاسف هي برضه قلت، لان كتير. لا المنابع اللي هي موجوده اللي هي قلت كانت بتطلع، صحيح. مش قلت دي اتجففت زي ما بيقولوا، ما يعني حضرتك جفت. الحوش بتاع المدارس بقى لا بيتبني خلاص عشان بقى، الدنيا بقت صعبه، عدد السكان كبر، الدنيا بقت صعبه جدا. الدنيا بقت صعبه والامور بقت صعبه. طيب نرجع تاني للنادي الاهلي، حضرتك بقى رحت النادي الاهلي. الماتش بتاع منتخب مدارس النهائي دوت الكابتن محمد لطيف يعني كان هو اللي بيذيعه، اوكي. فصيتني فيه صيت جامد جدا. انا كنت لسه رايح النادي الاهلي، ففي ناس ما كانتش تعرف ان انا رحت النادي الاهلي. فالمهم ان ده عمل لي برضه يعني صراحه كابتن لطيف بقى. عمل لي كابتن محمد لطيف، وانا كنت ساعتها بيتقال عليا انا مختار علي مختار، انا اسمي علي مختار، علي مختار. الكابتن لطيف طلع عليا مختار مختار، مختار ودي طبعا صراحه هو راجل عبقري الله يعني يرحمه. ما شاء طبعا الله، يعني طبعا من العباقره اللي هم يعني ليهم تأثير كبير كبير جدا في مجال الرياضه صحيح في الكوره صحيح. بالذات. يعني يعني تخيل لو انا اسمي مختار علي مختار، يعني مختار مختار دي بقت سهله خلاص جدا، بقت سهلة. وبقت يعني بقى يعني ميزة خلتني متميز بالاسم حتى، صحيح. فدي فرقت معايا بشكل كبير جدا. المهم بقى الفتره ديت بقى انا رجعت على النادي الاهلي كل وابتدى اللي احنا في الصيف في الصيف لسه. كان الكابتن وابتدينا مين اللي كان هيديكوتي ماسك؟ بقى لسه ما جاش، جه في الفتره دي، جه في الفترة وانا دي بقى ابتديت رجعت مع منتخب مدارس على النادي الاهلي. على النادي كان الاهلي. النادي الاهلي هيلعب ماتش فرقه اسمها ليجيا وارسو على ما اظن، كانت بطله بولندا، اوكي. كان بطل اوروبا، ياه. كان واخد بطل بطوله اوروبا، وجي لعبني هنا في مصر. وانا لعبت يوميها تلت ساعه الاخرانيه بس ودي بفضل. كانت البدايه. الجيل بقى بتاع حضرتك كان، قول لي الاسماء اللي كانت موجوده برضه كان يا كابتن. موجود كابتن فتحي مبروك، كابتن حسن حمدي، وكابتن مصطفى يونس، وكابتن احمد عبد الباقي، ومحسن صالح، يا نهار ابيض. وطاهر، وصفوت، وكان في موجود معانا الدكتور سمير حسن كان لسه متواجد، كان صلاح حسني كان موجود، وانور سلامه كان موجود، ياه. والكابتن هاني كان موجود، هاني مصطفى. كابتن عصام كان يعني كابتن عصام وهاني ابتدوا معانا، يعني انا لعبت معاهم سنتين كده ولا حاجه، وهم وبعدين بطلوا. هم بطلوا. الفلاوده كان كابتن خطيب، وكابتن مصطفى عبده، كابتن محسن. وكابتن محسن محسن، صالح. كابتن جمال عبد العظيم، كابتن جمال. كان جمال طبعا. جمال كان لعيب كابتن جامد شطة. جدا جدا، والكابتن شطه. ولا كابتن شطة. لا كان موجود. يعني دي بس يمكن احنا كنا يعني اللي كنا لما ابتدينا في هذه السنه، كنت انا ومحسن، وكان بيلعب معانا بقى يعني كنا احنا اكثر اتنين بنلعب هو في الوقت كابتن ده. محسن وينج يمين وحضرتك وينج وانا شمال في النص ناحيه ناحية اليمين، وانا ناحيه الشمال، ناحية وكان الشمال بيلعب معانا صفوت، شطه، طه، يعني ده ده التالت. يعني. لكن احنا قعدنا فتره احنا الاثنين بنلعب على صحيح طول، وحد صحيح. بيلعب معانا، ودي اللي كانت بدايه، والبدايه ديت مشيت والحمد لله. يعني اول ما جيت طبعا انا املي ان انا العب حتى لو هبقى احتياطي ماتش ولا حاجه، دي حاجه كانت تبقى حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، اوكي انا جاي على نجوم كبيره جدا صحيح جدا جدا. صحيح. من اول ماتش بفضل الله، ماتش ليجيا واسو ده، انا لعبت فيه تلت ساعه، تلت ساعه خلاص. كانت يعني فيها الواحد ربنا سبحانه وتعالى كان فاتح عليه زي ما بيقولوا يعني. فدي كمان خلت طبعا مستر ديكوتي ما كانش يعرفني، فلما جه وشافني في الحته في الشويه دولت اكيد ان دولت قال لك لا ده ادوا له فكره خلاص. كويسه جدا. مع حظي كويس ان جمال عبد العظيم في هذه السنه كان عامل يعني عنده مشكله مع كابتن عزت، كابتن عزت مدير الكوره، وكان جمال لعيب جامد جدا جدا جدا، صعب جدا حد يلعب عليه. فيمكن لما تعطل جمال دي ساعدتني ان انا العب، لان جمال كان بيلعب في الحته دي على طول يعني. فهو جمال برضه كان موجود معانا، لكن دي ساعدتني ان انا العب خلاص. واللي بيمسك ودي بيكمل. وكملت وعدت الايام وبطولات كثيره خلال هذه الفتره مع كم بطوله مع النادي الاهلي يا كابتن؟ كتير جدا. كتير بس ما فيش سنه ما كناش بناخد فيها، بس هو افضل بطوله فيها افريقيا،
افريقيا طبعا، لان احنا طبعا كنا بعاد خالص عن افريقيا 82 وما كناش بنخش في افريقيا، وكانت الفكره بتاعتنا عن افريقيا مش الفكره بتاعتنا احنا، فكره البلد كلها ان افريقيا يعني داشنج والناس هناك تقعد تضرب وتعمل فيها وبتاع مش عارف ايه، فكنا بعاد عن افريقيا. وطبعا ده كان خطا جسيم بالنسبه لنا، وده اللي اخرنا يعني اخرنا كمنتخبات او انديه ان احنا ناخد افريقيا. اكيد ان ده كان ليها دور كبير جدا في هذا التوقيت. يعني كابتن مختار، كره القدم زمان كانت او على اللي احنا شفناه واللي احنا درسناه حتى خلال الفتره الاخيره، ان كره القدم زمان مختلفه تماما 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 عن دلوقتي، على الرغم من انها في النهايه هي كره قدم. نعم. ايه الاختلافات من وجهه نظر كابتن مختار، الراجل اللي عمل كل حاجه كلاعب والراجل اللي عمل كل حاجه كمدير فني؟ اكيد يعني ايه، في طرق في اللعب كتيره اكيد مختلفه. القوه والسرعه كانت زمان يمكن اقل بشويه، عشان كده اللي كان عنده سرعات زمان كان يبقى مميز جدا جدا. أوكي. جدا. دلوقتي لازم اللي ما عندوش سرعات دلوقتي ما حدش بيبص له، اللي عنده سرعات زمان كان له دول وله تميز وله تواجد هايل جدا جدا في فريقه. وديت يمكن يعني ميزت بعض اللعيبه فيها يعني، وديت برضه انا يمكن ديت ساعدتني بشكل كبير جدا ان انا كنت يعني سرعة. بتعامل انا مش يعني انا مش سريع من غير كوره الدرجه الواسعه لكن يعني في عموم الشغل ادائي كان فيه سرعه، ودي كانت مسهله لي وكانت مخليه الامور عندي يعني فيها ايجابيه بشكل كبير جدا. اكيد الزمان الدنيا يعني ترتيب الشغل حتى كان اقل بكثير من دلوقتي. دلوقتي كره القدم بقت صناعه، تفصيل. احنا واحنا بنلعب كان الصناعه بس على يعني ايه يعني كانت لسه البدايه كده بدايه كده يعني مش زي دلوقتي. في حاجات كتيره جدا 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 دلوقتي الفرق اقل فرق بتعملها، يعني الاهتمامات بتاعه الفرق ما كانتش موجوده بالشكل بتاع. يعني اقول لك مثال حاجه، فضل. احنا كنا زمان يوم الماتش كلنا بنبات في بيوتنا يعني ما كانش فيه تيجي على الماتش يعني كان الماتش بتاع ما فيش فكره ان انت يبقى في معسكر وبتاع. لدرجه ان انا كنت انا يمكن لما رحت النادي الاهلي الحمد لله كان معانا مجموعه كويسه جدا وكنا متلمين بشكل كويس قوي، متلمين مع بعضينا من غير النادي يعني. كان زمان في وقت من الاوقات كان يجي كنت انا وعامر وماهر وحمدي جمعه وجمال عبد الحميد لما كان معانا ورمضان، احنا كنا على طول مع بعض كنا بنبات مع بعض، كنا يعني عايشين تقريبا مع بعض في اوقات كتير جدا. كنا عايشين شطه والخطيب كانوا الاثنين ساكنين في عماره واحده فكنا متواجدين على طول في عند الخطيب عند شطه فوق، فكلكم تعتبروا مع بعض. كان يجي الكابتن فؤاد شعبان الله يرحمه يقول لي ما تاخد، يعني هو عايز حد يقول لي ما تاخد ده معاك شويه خليه معاك شويه. يعني احنا يعني كنا بنروح، انا كنت بروح البيت عندي في بيت ابويا وامي اغير هدومي بس وامشي قبل الجواز وقبل الكلام قبل الجواز ما كانش في جواز، فكانت الدنيا يعني بالنسبه لنا مختلفه. اوكي. عكس دلوقتي كل الفرق دلوقتي يعني عندها معسكرات وقبل الماتش مستني، وحتى بصراحه طرق اللعب افكار المدربين يعني احنا كنا زمان بنلوح في يعني على الغداء، الغداء بتاعنا كان تتخيل ايه؟ بناكل يعني حته لحمه مشويه وسلطه وخلاص، هو ده الاكل ومعانا مدربين كبار. الدنيا مختلفه، ده كلام غلط صحيح. انا عشت سنين طويله كده الدنيا دلوقتي غير كده ان هل انا هلعب انا محتاج ايه؟ محتاج طاقه صح. دول ما يدونيش طاقه بياخدوا منك الطاقه انا محتاجها من حاجات تانية صحيح. اللي هي دلوقتي بقت الايه الناس عايشاها وبتعملها وبتشتغلها النظام الغذائي الافكار بتاعه التدريب نفسها أوكي. اكيد ان يعني ايه اتقدمت بشكل كبير جدا جدا جدا. احنا دلوقتي بنتمرن كل يوم، لما في اوقات لما بندي اجازات بنديها يعني بحذر لكن الاول الدنيا سهله يوم ويوم لا
لا يعني مش يوم ويوم، انما كنا يعني طرق التدريب اصلا كانت برضو اقل بكثير جدا من اللي احنا فيه دلوقتي. دلوقتي الدنيا اتغيرت بشكل كبير جدا في مجال الرياضه. على فكره دي مش في الكوره، ده في كل الالعاب صحيح، يعني حصل صحيح. لها نقلات كبيره جدا يعني. فده كمان اللي عامل النقله الكبيره جدا جدا بالنسبه للفرق وبالنسبه للاداء وبالنسبه للقوه والسرعه اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الفرق طبعا. وفي اللعيبه. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن كابتن مختار مختار المدرب القدير. تاريخ يا كابتن مختار طويل وحافل، حتى كمدير فني، يمكن ايضا ام بي، اعتقد حضرتك كنت مدير فني لنادي ام بي وخدت معاهم، دي وقعت من التاريخ. معلش، خدت معاهم كاس برضه. خدت كاس مصر. كاس مصر كسبت فيه الزمالك والاهلي. يعني كسبت الاهلي كان مستر المانويل، وكسبت الزمالك كان كابتن حسن هو اللي ماسك، وكان ماتش هايل جدا اللي هو الماتش النهائي ده. النهائي كسبنا 2-1. ام بي كسب الزمالك 2-1. نعم. والاهلي قبل النهائي. وكسبت الاهلي قبل النهائي. كانت الفرقه بتاعت ام بي قويه جدا في جدا الزمالك. جدا للاسف يعني. الفطله بعد الكاس على طول حصل لي اصابات بالنسبه للفرقه، اثروا تاثير كبير جدا جدا في الفرقه. كابتن مختار البدايه كمدرب عام مع النادي الاهلي، والناس كلها دايما هتسالك على 6-1، مباراه 6-1 للاهلي والزمالك. يعني انت بين الشوطين او بعد خلينا بين الشوطين، بين الشوطين دخلت وقلت للعيبه ايه؟ هو طبعا الماتش ده كان كانت ماتش 3-1 لا الماتش ده اصله كان دو في حاجه. المدرب بتاع الزمالك كان اوتيفستر كان يتكلم كلام صعب قوي. اه الكلام ده بتاعه هو اللي خلى، هو اللي حفزنا وحفز اللعيبه لدرجه ان احنا يعني ايه، يعني فعلا يعني ايه، كان لازم نكسب. بس طبعا ستة كتير قوي، بس كان لازم نكسب الماتش ده باي وسيله. أوكي. الكلام اللي قاله المدرب هذا ده يعني استفزنا بشكل كبير جدا، واستنفر كل الطاقات اللي جوه اللعيبه ان احنا نطلع بالشكل ده. وكان في طبعا توفيق كبير جدا جدا، وعلى ما اظن كمان خالد بيبو يوميها كان لبيبو 4 تجوان. ما شاء الله كانت الدنيا هايله جدا بالنسبه له يعني. بعد المباراة دي كانت برضو مباراة الإسماعيلي 4-4، واحدة من أفضل مباريات القرن، أفضل مباراة، وللأسف خسرتنا الدوري. هي دي اللي خسرت الدوري. إحنا كنا نكسب، لو كسبنا خدنا الدوري. فلما يعني للأسف، وكنا كسبانين يعني، إحنا كنا كسبين 4-3 ولو البنالتي اللي حصل اللي هو شادي. انا كنت بلعب في الاسماعيلي انا ساعتها في الوقت ده. فيعني لولا ان احنا يعني تعادلنا في الماتش دوت كنا احنا خدنا الدوري. كانت بس هو الاهلي تعادل بعدها مع المحله، مع المحل لو تفتكر. ايوه نعم. 1-1. ما هي دي اللي برضه يعني انا بقول لو كنا كسبنا كنت خلاص ما حدش بقى هيوقفك. وحتى انا ما اظن مع التعادل بتاع المحل لو احنا كسبنا كنا خدنا الدوري. ايوه لا كنت خد، ما هو طبعا كان ساعتها الاسماعيلي والاهلي ماشيين مع بعض، ماشيين مع بعض في كل حاجه. نعم. فلو كنت الاهلي كان كسب كان الاهلي عدى الاسماعيلي. نعم كنا خلاص عدينا. كنت عديت. فده يعني كانت سنة، اعتقد الموسم ده رائع يا كابتن هايل جدا في الكوره يعني. جدا يعني جدا. بس انا يمكن انا في اخر الموسم يعني حسيت ان انا بقى لازم، انا طول عمري كنت بشتغل لوحدي. صحيح. يعني ما فيش غير الفطله ديت اللي هو، حتى انا كنت مسكت الفرقه في فطله كده لوحدي، وبعدين يعني كابتن صالح جاب المدرب اللي هو الالماني دوت اللي هو اشتغلت معاه سنه، خدت معاه كاس مصر، وتاني سنه على طول جه مستر المانويل، كملت مع مستر المانويل، ويمكن دي السنتين الوحيدين اللي في حياتي اللي انا اشتغلت فيهم مع حد مساعد. فبعد السنه ديت قعدت مع الكابتن طارق الله يرحمه، طارق سليم. انا يعني انا شايف ان انا كفاية. يعني كفايه كده، والحمد لله يعني. اول ما قلت كده ولحت على طول في نفس السنه ديت المحله، ودي كانت بقى يعني حصلت البداية. انطلاقه ليا، ودي يعني كان لازم الانسان هياخد القرار دوت عشان يعني اكيد التدريب ما ينفعش ان الواحد يبقى ملتزم بان هو يبقى صحيح. غير التاني. صحيح. فلازم ينطلق فهي قرار. القرار الحمد لله كان قرار صعب، لكن خدته الحمد لله، اكيد ان هو فلق معايا كتير يعني. الافضل بقى يا كابتن في تاريخ كبير جدا، انا عارف، لكن افضل الاوقات بالنسبه لك كانت امتى كمدير فني؟ شوف هو بصراحه يعني يمكن هو
الافضليه يمكن كانت في بيتلوجيت. احنا انا قعدت في بيتلوجيت سنين، فيهم 4 سنين اللي هم في الدرجه. انا لعبت اشتغلت مع بيتلوجيت في الدرجه الثانيه تحت، وطلعت بيهم درجه اولى وكملت. وكملت اول سنه خدت السابع، تاني سنه خدت الخامس، تالت سنه خدت الثالث، وهكذا. تطور يعني. تطور. للاسف للاسف انا كان معايا في الاكوي قوي، بس احنا كنا كل سنه اتنين تلاتة يمشوا، مش يمشوا. احنا يعني كانت تقريبا الفرق الكبيره كلها تاخد من بيتلوجيت. لا وبيكلموا اللعيبه كلهم. اوكي. وبرضه اللعيبه يعني حته الفرق الكبيره بتفرق كتير جدا جدا مع اللعيبه. طبعا. وبالتالي بتاثر عليهم سلبي في الفرق اللي هم فيه. فديت برضه فرقت معايا كتير جدا، يعني انا الفرقه دي ما ينفعش ان انا ما اخدش بيها بطوله. اوكي. لكن للاسف يعني لو كانت السنه الرابعه او الخامسه كنت ممكن. انا في سنين كنت ببقى انا الاول في الدوري، برغم ان الاهلي كان ساعتها يعني عنده فرقه، يعني شايف انا ان هي من افضل الفرق اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. ده 2005 2006 اللي هي فيها ابو تريكا وبركات وجمعه يعني ما شاء الله كانت فرقه غير طبيعيه. لكن انا كنت موجود معاهم بشكل قوي جدا، بس للاسف للاسف يعني حته التاثير على اللعيبه السلبي اكيد ان هو دوت اللي اثر معايا. لكن بالتالي بقى انا اشتغلت في المصري، اشتغلت في الفطلتين اللي اشتغلت فيهم في المصري كانوا هايلين جدا 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 بالنسبه لي. الفطله اللي اشتغلت فيها مع الاتحاد فطله يعني هايله جدا، وانا اشتغلنا فيها بشكل كويس قوي. بس للاسف يمكن انا مشيت في السنه الثانيه على طول. انا قدمت استقالتي. ليه؟ لاني كان في ظروف صعبه جدا في نادي الاتحاد، يعني اقتصاديا زي ما بيقولوا، يعني حته الفلوس كانت صعبه جدا جدا جدا، وكانت اللعيبه ضغط عليا ضغط. مع ان انا عارف برضه عشان الناس يعني الجمهور يفهم الكلام اللي حضرتك بتقوله كويس، لانه اللي انا عارفه ان انت كابتن مختار ممكن شهر شهرين ثلاثه ما تقبضش كمدير فني. وانا مشيت وليا فلوس برضه. يعني مشيت انا وليا فلوس. لكن هو كان اللعيبه بقى بتضغط، لكن لا فطبعا الامر كان صعب جدا جدا عليا لدرجه ان اللعيبه يعني ما شاء الله يعني الفطله اللي احنا فيها في لحد دلوقتي عكس الكلام اللي انا عشته خالص. فدي يعني الحته الماليه مهمه جدا صعبة جدا 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 خصوصا في الانديه الجماهيريه، خلي بال حضرتك. بالنسبه لاي نادي بصراحه يعني. فكان الضغط عليا من اللعيبه، انا مش عارف اعمل لهم ايه. فبالتالي انا يعني طب انا الماتش اللي انا مشيت فيه، انا يعني قبل ما لاعب المقاولين انا طلعت الزون قلت انا همشي. فلدرجه الناس في ناس لمت في لوم جه عليا، بس انا ما حدش يعرف الظروف. انا الحمد لله كسبت الماتش دوت ومشيت. وده امر يعني صراحه يعني انا الفطله اللي اديتها في الاتحاد فطله هايله جدا جدا جدا. وانا يعني صراحه يعني من الفترات، يعني انت بتقولي فترات، من الافضل الفترات اللي انا اشتغلتها. لانها كانت فطله انا كنت اتمنى ان انا اكمل فيها، لان لو كنت كملت كان هتبقى حاجه كويسه جدا. رحت بعد الاتحاد على طول، رحت الانتاج. اما رحت الانتاج اول ماتش رحت العبه في الاتحاد هناك، والله حاجه يعني حاجه تشرفني والله. هذا المنظر ان الـ كان في لسه جماهير بتخش وبتاع مش عارف ايه، ان الجمهور كله يعني بينادى عليك، بينادى عليا لدرجه ان ايه انا اروح لهم وارفع ايديا وارجع ينادوا مش عارف اعمل ايه لغايه ما رحت لغايه. فده كان امر صراحه يعني مخليني ان الفطله ديت كانت ليها يعني بصراحه ليها يعني باع كبير جدا في نفسي يعني. طيب بما اننا بنتكلم عن انديه جماهيريه كبيره جدا زي نادي الاتحاد السكندري، خلينا نطلع نشوف ماذا قال جمهور كابتن مختار عن كابتن مختار. ان انا اعرف اوصفه لان هو انسان محترم جدا ومدرب ناجح جدا، وكنت فعلا الحقيقه بشوف الفرق اللي هو بيدربها وبجد ان هو فعلا بيجيب نتيجة حلوة قوي مع أي فريق الحقيقة. خلق وأخلاق وصلاة ودين وتفكير كبير قوي. بقول له ربنا يوفقك ويوصلك للي أنت عايزه، ودايما هو مع الله ربنا هيكرمه. كابتن مختار يعني أنا أعتقد إن هو ما خدش حقه في التكريم. الراجل من العصر الذهبي بتاع النادي الأهلي، وكان يعني دائما الجندي المجهول. كابتن مختار من الجيل الذهبي للنادي الأهلي،
ربنا يديله الصحة، نتمنى دايما نشوفه في أحسن حال، وده مجرد ما بيجي اسمه بيذكرنا بذكريات جميلة جدا عزيزة على قلبنا كلنا كمصريين وكأهلوي. لما بقى مدرب كان ناجح جدا جدا وشخصية هادية، على المستوى الفني محترم، على المستوى الشخصي محترم. كابتن مختار كان من اللعيبة المتميزة جدا لما كان بيلعب بصراحة، وكان دايما من اللعيبة اللي بتستخدم علاقة في اللعب يعني. فكمان لما راح التدريب بقى من المدربين الأكفاء جدا بصراحة، ويعني كفاية بس أخلاقه يعني بصراحة يعني. كنت بستغرب جدا من أسلوب اللعب المتفرد اللي هو كان دايما يبص في الأرض تحت رجله والكرة ماشية معاه وبيعدي بيها من اللعيبة، لعيبة ورا لعيبة ورا لعيبة. فكان بالنسبة لنا كان ناس بتحب الكرة قوي. الراجل ده مختلف عن اللي شفناه قبل كده وبعد كده. الاحترام والأدب والأخلاق ميزة مهمة جدا حتى بالنسبة لجمهور النادي الأهلي يا كابتن، لأي لاعب أو أي مدرب. أكيد إن دي حاجة يعني مطلوبة في شخصية أي حد. إن الواحد لازم يبقى إنسان محترم ويحافظ على أسلوبه ويحافظ على كلامه ويحافظ على لسانه. طبعا. لأن حتى يعني هو مسؤول عن الكلام ده. صحيح. ده مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى على الكلام ده. يعني في شغلتنا في ساعات فيه بيبقى فيه شد وبتاع مش عارف ايه، لكن ما ينفعش ان المدرب يطلع من لسانه اي لفظ لاي لعيب بالنسبه لي اللي هو شغال حتى معاهم يعني. وده امر طبعا مهم جدا جدا، واكيد ان ان انه انه الكلام ده بيبقى له مردود كمان على اللعيبه بشكل كويس. يعني ساعات الواحد اكيد ساعات انت يعني بيجي لك وقت فيه نرفزه، لكن ما ينفعش مع النرفزه ديت ان انت ولادك يعني ما ينفعش انك تغلط فيهم، وما ينفعش ان انت تقول لاي حد اي حاجه او اي لفظ. لا ما ينفعش، اكيد ان انت بتتنرفز وكل حاجه لكن في الحدود. وده امر طبعا مهم جدا جدا في حياتنا كلها، يعني لازم الواحد يحاول ان هو يمسك لسانه، لانه في الاول وفي الاخر مسؤول عن الكلمه اللي بتطلع من لسانه. هنروح فاصل بعد هذا الكلام الرائع، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نتكلم عن النادي الأهلي وعن منتخب مصر وعن مباراة بلجيكا، وهي مباراة مهمة جدا جدا. بعد الفاصل كلام هام جدا مع أسطورة كرة القدم في النادي الأهلي كابتن مختار مختار. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. الحقيقة برضو يا كابتن مختار زي ما قلت لحضرتك النهاردة اليوم لطيف، يوم حلو الحمد يعني لله. وجود حضرتك معانا طبعا، وأيضا قبلها كان فوز النادي الأهلي بسيدات النادي الأهلي في السلة ببطولة المرتبط، وهي أول بطولة السنة دي، لسه إن شاء الله البطولات قادمة. أيضا كابتن محمود الخطيب بنقول له الحمد لله على السلامة بعد رحلة علاج شهر ونص تقريبا في باريس، فنقول له الحمد لله على السلامة. تعال نشوف استقبال الكابتن خطيب وبعدين أخذ رأي حضرتك في هذا الأمر. نطلع نشوف كابتن محمود الخطيب والحمد لله على السلامة. كابتن خطيب الحمد لله على السلامة يا كابتن. الحقيقة دايما سعداء بوجود الكابتن محمود الخطيب، أسطورة كبيرة جدا في عالم كرة القدم ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وزميل الكابتن مختار مختار طبعا. ربنا يشفي ويشيل عنه يا رب ويجعل هذا في ميزان حسناته بإذن الله رب العالمين. بقى لنا شهر ونص مستنيينه النهارده. بقول لحضرتك يوم حلو يعني. عودة الكابتن خطيب أعتقد طبعا الأيام اللي جاية هيبقى عنده طبعا حاجات كتيرة جدا هيعملها، ولكن في النهاية عودته مهمة جدا طبعا. والحمد لله شكله باين إن هو كويس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أحسن كتير يعني الحمد لله. حضرتك بتتكلم مع كابتن خطيب ولا بتكلم على طول معاه؟ طبعا تتكلم وتطمن عنه. نعم. كابتن خطيب برضو يعني ما اعرفش، انا من الناس اللي بحب كابتن خطيب جدا يعني، اتفرجت عليه لكن عمري ما زاملته مثلا، ما شفتوش يعني. طلع معانا مثلا كابتن خطيب كرئيس بعثه لما كنا بنلعب في نادي الاهلي في اليابان فتعاملنا معاه، لكن حضرتك كنتوا بتقولوا دايما قاعدين مع بعض، حياتكم كانت مع بعض. طبعا يعني ما شاء الله الحمد لله عشنا سنين طويله مع بعض. واوقات كتيره جدا كنت موجود معاه في البيت، وحتى بعد ما تزوجنا بقى وكل واحد فينا بقى على طول كنا بنتزاول يعني برضه. كانت والحمد لله لقريب قوي احنا متواجدين مع بعض وعلى طول بنكلم بعض. يعني الحمد لله الاخويه يعني مش صداقه، هي اخويه. صحيح. اخويه مستمره. وربنا سبحانه وتعالى يديمها علينا وعليه ويصلح له الاحوال، لانه بصراحه الدنيا برضه صعبه طبعا. الشغل في النادي الاهلي في اي حاجه صعب. لانه حاجه واحده اللي الناس بتقبلها.
ما تقبلش غيرها. اما بيحصل اي حاجه تاني الدنيا دي بتأثر في الواحد تأثير سلبي بشكل كبير جدا جدا، وبيبقى فيه ضغط رهيب جدا، خصوصا كمان ده في 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 في, في الاعمال العاديه، ما بالك في انك رئيس النادي بقى. اكيد ان ده امر صراحه يعني عبء رهيب جدا. والله يا كابتن مختار، الكابتن خطيب يعني بحكم ان الواحد بيشتغل اليومين دول في قناه الاهلي، ف يعني في حاجات كتيره جدا كان بيتعرض لبعض الحملات خلال الفتره اللي فاتت، فاجي اقول له يا كابتن بعد اذنك خلينا نرد، يقول لي يا ابني ما تردش ولا حاجه، ترد على ايه؟ مفيش حاجه اسمها ترد، النادي الاهلي هو اللي احنا بنشتغل في النادي الاهلي، بنشتغل في النادي الاهلي. وشوف بقى انتوا حضراتكم بقى لكم كام سنه موجودين جوه النادي وبتعملوا ايه، ففي النهايه وهو رئيس النادي الاهلي فتيجي تقول له، يجي يقول لك انا بشتغل في النادي الاهلي. اصل ده حبا واحتراما ووعي كمان. حته الرد ديت اكيد لو رديت انت بتفتح على نفسك فتحه، انت 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 ليك شكل معين. الشكل ده لازم تحافظ عليه. والشكل ده هو اللي مخلي ليك يعني باع كبير جدا عند الناس. يعني انت النادي الاهلي ده بيثقل بايه؟ بالاخلاقيات وبالثبات اللي هو فيه دايما. فده الكلام دوت يعني اكيد ان النادي الاهلي ده سمه صحيح، وده كمان المطلوب ان كمان ان انت كانسان يعني راجل بتحافظ على دينك لازم تحافظ على لسانك. صحيح، لازم اللي يقول يقول، واللي يعني يسب يسب، واللي يقول زي ما عايز يقول. لكن في الاول وفي الاخر الاحترام دوت حاجه يعني يعني حاجه صعبه جدا 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 ان انت تمسك لسانك وتحافظ على نفسك، اكيد ان ليها رد فعل عند ربنا سبحانه وتعالى ثم عند الناس. صحيح، لان النادي الاهلي ليس بسباب ولا لعان ولا بذيء ولا ضعيف. النادي الاهلي عمره ما كان ضعيف، ولا طبعا دي كلمات كابتن محمود الحقيقه في الفتره الاخيره في الـ في الـ في البيان اللي كان طلع اتكلم فيه، وقال ان النادي الاهلي ليس سبابا ولا لعانا ولا بذيء اللسان. ده يديلك قوه. العكس بقى. العكس على طول. اللسان لما يكون يعني بيتطاول وما بيطلعش يعني حاجه طيبه، اكيد انه بيبقى له رد الفعل سلبي بشكل كبير جدا 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 جدا. والعكس صحيح، طول ما انت بتمسك نفسك اكيد ان ديت بترفعك وبتزيدك بشكل كبير قوي. صحيح. خلينا نروح بقى لكره القدم في النادي الاهلي يا كابتن، يعني كولر، ورايك في اداء النادي الاهلي بعد تواجد مستر كولر كمديرا فنيا للنادي الاهلي؟ هو الحمد لله يمكن الفطله فطله ايجابيه وفطله طيبه، وكمان احنا كنا محتاجين نكسب، اكيد حته التنافس ما بين الاهلي والزمالك ديت موجوده على طول، محتاجين ان احنا يعني ايه نعديها بشكل ايجابي. صحيح. احنا عديناها ببطوله، فبالتالي اديتنا دفعه هائله جدا سوبر. جدا لما بعدها. وده امر احنا انا شايف ان احنا عايشين بيه في الفطره دي بشكل كويس قوي، وبنقدر نستغله بشكل كويس قوي. ولاعبتنا اكيد ان هي يعني ثقتها في نفسها ابتدت تلجع بشكل كبير قوي. صحيح. الاولاد بقوا عندهم يعني ثقه في نفسهم، اكيد ان ديت هتساعدنا بشكل هايل الفطره اللي جايه ديت. واكيد ان شاء الله ان ديت تساعدنا ان تستمر النتائج بالايجابيه اللي احنا الحقيقه عايشين. كابتن برضو واحنا بنتكلم عن كره القدم، ان انت تاخد قرار زي ان انت تقعد 7 أو 8 لاعبين تقول لهم روحوا خدوا اجازه، اعتقد انا وجهه نظري ان انا بشوف ان ده قرار تاريخي في ظل ظروف صعبه جدا، لان انت الوقت ده تحديدا الدوري لسه ما خلصش، النادي الاهلي دايما يعني بيقاتل على الدوري لغايه اخر لحظه، فانت قبل ما يخلص الدوري بثمان تسع ماتشات وتاخد مثل هذا القرار علشان السنه الجديده يبقى عندك، انا كنت بسميها دايما 8 صفقات جديده، يعني الناس كانت حتى بعض ما لا يشجع ذلك بيتريقوا على هذا الكلام، ولكن وضحت جدا يا كابتن قد ايه ان هذا القرار اثر بشكل ايجابي كبير في معظم لعيبه النادي الاهلي. شوف اكيد ان هو كان قرار ايجابي بشكل كبير قوي. نعم. لو اللعيبه لعبت ولو ما خدتش القرار دوت انت ما كنتش هتعمل حاجه في السنه اللي فاتت زي اللي انت كان عملتها، وبالتالي السنه دي ما كانتش هتبقى كده. صحيح. وكان التاثير هيبقى تاثير سلبي عليك لمده كبيره جدا جدا، لان ما فيش شك ان حته ان انت تريح لعيبتك دي حاجه مهمه جدا. استمرار اللعيب مهما يكون قيمته
لازم هتلاقيه قل بشكل كبير جدا جدا. فالقرار ده جه يعني هو فعلا اتاخد، واتاخد بشكل فيه عنتريه مننا، لكن اكيد ان هو رد فعله هايل جدا جدا، وان شاء الله يكون رد فعله مستمر معانا السنه دي باذن الله. هل الاجهاد يا كابتن بيكون سبب من الاسباب، ولا احنا مجرد بنقول كلام؟ لا لا طبعا، الاجهاد ده حاجه صعبه جدا جدا، وبيقلل اللعيب وبيفقده ثقته في نفسه بشكل كبير جدا. وكفى مهما تكون انت قيمتك الفنيه عاليه، ولو ثقتك في نفسك قلت اكيد ان ديت بتاثر عليك سلبي بشكل كبير قوي. وده امر طب احنا عايشين، لان ده مجالنا وحياتنا عايشين فيه وعارفين، وكلنا مرينا بالكلام ده، وكلنا شفنا التعب والاجهاد بيعمل ايه في اللعيب. اكيد ان الكلام دوت مهم جدا جدا، ان انت تقدر تحافظ على لعيبتك، وتقدر ان انت تتعامل معاهم بايجابيه عشان يدوك احسن حاجه عندهم. طيب كابتن مختار، برضو في ظل ان احنا في هذه الايام بعد 3 ماتشات، انا بسمع من بعض الانديه او من مديرين الفنيين لبعض الانديه يقول لك انا عندي اجهاد، هل ده ممكن؟ يعني 3 ماتشات يعني فرق ايه؟ فرق يعني الدوري، يعني في الدوري ولعبوا في افريقيا. يعني المدربين بيقولوا ان عندنا مشكله ان احنا لعبنا 6 7 ماتشات ورا بعض كل ماتش. والله هو لو واخد راحته من يعني السنه دي، ادى لعبته بشكل كويس يعني ريحها، وبيقول كده يبقى في حاجه غلط فيه في المدرب نفسه. لكن أوكي. هو ممكن يكون السنه اللي فاتت ما ريحش لعيبته، ما عرفش يريحها وتعامل معاها بعنتريه، اكيد ان هو خلاص بقى هيعاني بشكل كبير جدا جدا. الا اذا هو عرف ينظم نفسه بشكل كويس. يعني راي حضرتك ايه في مارسيل كولر كمدير فني، ولا لسه ما كونتش راي؟ هو يعني مبدئيا هادي، ويعني النتائج بتاعته اكيد ان هي يعني ان شاء الله تزوده ثقه في نفسه. هو طبعا راجل يعني ما شاء الله اشتغل، والسي في بتاعه قوي هايل جدا، فده حاجه كويسه. فبالتالي اي حد فينا محتاج ان هو يبقى عنده ثقه في نفسه، او ثقته يبقى يعني مستمره معاه. الثقه من تيجي من خلال النتائج. من النتائج. انما إن اي يعني اي حد مهما يكون قيمته، اول ما النتائج تحصل فيها حاجه على طول تلاقي الدنيا صعبه جدا بالنسبه له. فده الحمد لله البدايه هايله جدا جدا، التوفيق معاه هايل جدا، ان نكسب الزمالك. احنا ظروفنا كانت اقل من الزمالك، كسبناه. اكيد ان الظروف دلوقتي بقت احسن بشكل كبير قوي. الماتش بتاع الزمالك ده ادانا دفعه هايله جدا جدا، ورجع لنا ثقتنا اللي احنا كنا فاقدينها الفتره اللي فاتت دي بشكل هايل جدا. وده اللي احنا عايشينه في الكلام ده، وهو ده اللي احنا نتمنى ان المدرب يقدر يستغله بشكل كويس او بشكل ايجابي في الفتره اللي جايه ديت، اللي هي هتساعده ان هو يروح بشكل هايل لقدام ان شاء الله. هل بتعتقد ان فتره التوقف يا كابتن اثرت سلبا على النادي الاهلي؟ اللي هي دي؟ اه وبعدين اصلا انا مش عارف هي التوقف ده ليه بصراحه. يعني انا لما قعدت افكر، هو التوقف ده ليه؟ عشان كاس العالم؟ ما لسه كاس العالم طلع. طيب هي اوروبا بيلعبوا ازاي لغايه دلوقتي وهم كلهم رايحين كاس العالم، او يعني معظم الفرق اللعيبه بتاعتهم رايحه كاس العالم؟ صحيح. طب ايه هو التوقف بتاعنا ده ليه؟ فانا مش عارف. اكيد ان ده توقف سلبي جدا جدا جدا. طب السلبي ده اقلبه ايجابي ازاي انا كمدير فني بقى؟ ما هو انا بقى، ما هو انت مهما هتعمل هتقلب ايجابي، بس مش هيبقى الايجابيه اللي هو الطبيعيه بتاعت المباراه الرسميه غير. اوكي. حتى لو لعبت ايه مباراه احبيه، اكيد الرسمي غير غير غير. فده امر انا بستغرب الدوري ليه موقوف، والموقوف ليه في الفتره دي، خصوصا ان هو كمان هيتوقف في كاس، في الفتره بتاعت كاس العالم. لا هيتلعب في كاس العالم. لا انا عارف ان الكاس. لا قال لك هتلعب. ادونا يعني ادك 3 جولات او 4 جولات هتلعبهم في كاس العالم. يعني طيب. الدوري سيعود اعتقد 25 نوفمبر، وصححوا لي يا شباب لو انا عندي حاجه بقول حاجه غلط. بس انا اللي انا عارفه ان الكاس هو اللي هيتلعب، لكن الدوري الكاس هيتلعب 27 موقوف بالنسبه لل، لا الدوري هيتلعب، لان كان معايا الحاج عامر حسين من 4 5 ايام هنا على التليفون يعني. فقال ان الدوري هيتلعب فيه 3 جولات في كاس العالم. لا انا يعني مش ما عنديش المعلومه دي. لا هيتلعب، لكن التوقف ده اكيد انه توقف. اول ماتش لينا يوم 2 ديسمبر مع طلائع الجيش. 2 ديسمبر الدوري.
2 ديسمبر ده يعني في كاس العالم لكن اول ماتش لينا 27 نوفمبر في المقاولين ده كاس مصر 2 ديسمبر ده طلائع الجيش في الدوري. كويس خير، بس التوقف في الفتره دي اكيد ان هي فتره سلبيه جدا جدا جدا، ويعني يعني اكيد ان ممكن تاثر في البدايه اللي احنا هنبتديها. اوكي يعني كنت حضرتك تتمنى ان النادي الاهلي يكمل طبعا الشكل طبعا اللي هو طبعا ماشي بيه. طبعا مندفع، انت جاي مندفع باقصى سرعه بتاعتك، حد يوقفك، فده اكيد ان دي حاجه فيها سلبيه. طيب خلينا بقى نروح لمنتخب مصر برضو يا كابتن. منتخب مصر مع روي فيتوريا طبعا ما لعبش مباراه، يعني لعب ماتشين تصنيفا اقل منك. النهارده او يوم الجمعه هيلعب مباراه قويه جدا امام منتخب بلجيكا. هل حضرتك مع مدرسه ان انت تلعب مباراه قويه جدا زي انت تلعب تصنيف نمره 2 في التصنيف العالمي؟ انا مش عارف صراحه، ده انا مش عارف القرار ده اتخذت ازاي. اوكي، قرار عجيب جدا 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 ان انا لاعب بلجيكا في الفتره دي، وبلجيكا من احسن فرق العالم. ازاي؟ ليه؟ ايه الفايده اللي هتعود علي؟ يعني انا لو كسبت بلجيكا حتى ايه الفايده؟ لكن احتمال ان انا في الفتره ديت ان يحصل عندي رد فعل سلبي بالنسبه للنتيجه، طب انا هبقى عامل ايه؟ انا مش عارف يعني المدرب وافق على الكلام ده ازاي، او هو اللي عمل الماتش دوت، ولا هو الامور كانت ايه؟ اكيد ان ده كلام، انا شايفه ان كلام سلبي. انا ممكن اعمل ماتش بس ما اعملش مع بلجيكا، يعني ابقى بلعب فرقتين بالشكل اللي انا لعبت معاهم بيهم، وبعدين او متنقل من الكلام ده لبلجيكا. اكيد انا شايفها ان هي فيها سلبيه، عندك نواقص كتير كمان. وبعدين انت ممكن تتغلب، يعني لو ضربت سكور اكيد ان ديت هتبقى في حق المدرب وحش، وكمان رد الفعل كمان مش كويس. اتمنى ان شاء الله ان الماتش يعدي على خير. شايف الماتش ازاي يا كابتن؟ لا ماتش صعب جدا جدا، لان بلجيكا هتلعب الماتش ده وتروح كاس العالم، صح؟ فلازم هيلعبوه اولا بالتيم بتاعهم الاساسي، وهياخدوا الامور بجديه عاليه قوي، عشان دي كمان دي حاجه اخر بلوفه متهيألي اخر ماتش اللي هيلعبوه ولا صحيح. فده امر انا شايف ان هم يعني بالنسبه لهم حاجه هايله جدا، وبالنسبه لنا احنا فيها سلبيه كبيره جدا. لان هو معاه مجموعته، خلي بالك فيها المغرب، فهو يعني بيشوف ان انت ما هو مختلق عشان كده. هو مختلق عشان مش عشوائي. هو بيختار فرقه يعني قريبه من المغرب، لعبه المغرب، عملت ايه مع المغرب، يعني اكيد المدرسه قريبين من بعض. صحيح. ما هو كمان الخيار، الاختيار ما بيبقاش عشوائي، الاختيار بيبقى انا بشوف الفرقه اللي انا لاعبها هلاعب مين مثيله عشان ابتدي اشتغل عليه. صحيح. اكيد ان الكلام دوت انا شايفها ان هي يعني تجربه انا شايفها من وجهه نظري سلبيه، هتبقى صعبه سلبيه، لان بلجيكا في احسن حالاتها، واحنا يعني ممكن يبقى لا او ممكن نتغلب، بس اتمنى ان ما يبقاش اسكور يعني. طيب كابتن مختار، اخيرا لو حضرتك حابب يعني توجه اي رساله لجمهور النادي الاهلي، لان انا الحقيقه شرفت بوجود حضرتك معايا ده اولا، ثانيا يعني بشكرك جدا 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 على تواجدك معانا النهارده. انا عارف ان احنا مسهرينك ومقعدينك وان انت مش متعود ان انت تكون الساعه 12 دي صاحي، لكن يعني بجد يا كابتن مختار انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا وعلى تشريفك لينا، وشكرا جزيلا ليك يا كابتن. ويعني الكاميرا معاك بقى لو حضرتك عايز. انا موجود عشان جمهور النادي الاهلي طبعا، يعني انا قلت الكلام، انا يعني اتمنى ان انا اكون يعني اسعدتكم وما اكونش ضيف تقيل عليكم، ويعني بتمنى لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله يعني كل سعاده بالنسبه للدوري اللي جاي، لان احنا في اشد الحاجه لهذا الامر، لان احنا يعني صعب جدا ان جمهور النادي الاهلي او النادي الاهلي يفقد الدوري سنتين ورا بعض. اكيد ان السنه ديت ان شاء الله تكون سنه سعيده عليهم باذن الله رب العالمين. ربنا حضرتك برضه حابب تقول اي حاجه للكابتن خطيب في طبعا عودته. الخطيب انا هقول له بقى، انا هكلمه هتكلمه وتقول له سلمنا عليه وقول له الحمد لله على سلامتك، وانا بشكرك جدا مره ثانيه يا كابتن مختار، شرفت ونورت، ودايما بيتك يعني، نتمنى ان حضرتك تكون دايما موجود معانا. ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن مختار. هنطلع فاصل، وزي ما قلت لحضراتكم في الاول احنا من المفترض ان الحلقه كانت هتخلص، ولكن بما اننا كسبنا اول بطوله لينا في السيدات السنه دي، فهيكون معانا كابتن طارق خيري، كابتن دينا عمرو، كابتن هاله مصطفى،
كابتن نادين السلعاوي هيكونوا معانا على الهواء مباشرة عشان نحتفل بأول بطولة للنادي الأهلي في أول بطولة السنة دي يعني للنادي الأهلي في سيدات السلة، ولكن بعد هذا الفاصل.